يوشي يا بابا تغيير حاجة يا دور يا دلال دير بالك على الأولاد يا دلال يا دلال ديري بالك على الأولاد. هنا دفن عبد الحميد اليوسف مستقبله. هو إنسان بسيط كما كل السوريين. تزوج من دلال التي أنجبت له آية وأحمد. حلم يوما بأن يكون له عائلة فكانت. بذل كل ما بوسعه لتكبر العائلة. بلغ عمر طفليه التوأم شهورا 9. وفي صباح الرابع من نيسان 2017 ضغط طيار مجرم على زر إطلاق صاروخ محمل بغاز السارين السام ليضرب مدينة خان شيخون، فانقطع نفس أكثر من 100 إنسان كان يعيش هناك وفارقوا الحياة. قتلت عائلة عبد الحميد وإخوته وأولاد أخوته وكثير كثير. كان لنا وقفة مع عبد الحميد تحدث بدموعه لنا عما جرى. ممكن تحكي لنا التفاصيل شو اللي صار معكم من أول الحادثة؟ في الساعة 7 إلا 3 في الضبط كنا نايمين، كانت العالم كلها نايمة تقريبا. فخت على صوت الضربة، يعني ضربة حد بيتي، أول ضربة. شلت ولادي التوأم أنا وزوجتي، كنا هون لسه صحيانين، بس ما لنا خبر إنه في سارين أو شيء أو غاز أو أي شيء من هي كانت ضربة جوية؟ طبعا ضربة جوية. لحقتها بعد 5 دقائق ضربة تاني. طلعت هيك، هي بيت أهلي قريب علي، أنا كمان طلعت ولدت الضربة عند بيت أهلي. بعد 5 دقائق في الضبط كمان رجعت ضربت عند قرايبنا، عند بيت عمي كمان. فأنا ما عاد أعرف شو بدي أسوي. عطيت أولادي لزوجتي الله يتقبلون، استشهدوا، بس السنون كانوا طيبين. قلت له روحوا، أنا راح أحاول أحسن أسعف قدر عدد ممكن من العالم. مشيت، هم ما كان في شيء. أول ما مشيت لعند جيراننا كانوا هوني كلهم منهارين. هون بلش الغاز السارين ياخد مفعوله. حطيت على إيدي كمامة شوي وصرت شيل معه هون. هون عرفتوا إنه غاز سارين مو قصف عادي؟ أنا هون عرفت، بس ما عاد أحسن أرجع أقول لهم إنه هذا غاز سارين بدي أسعف عالم. ما عاد أحسن أرجع لعند أولادي. شيلت عالم، أسعفت أول دفعة ومشيت بسيارة، رح بدي روح وصل عند دار أهلي. وصلت لعند بيت أهلي، أول ما وصلت شفت أخوي الكبير ياسر الله يتقبله مستشهد. هو كان بدي يسعف ابنه الصغير عمار كمان استشهد. يعني ياسر هو عم يحاول يسعف عمار؟ عم يحاول يسعف عمار، استشهد عمار، استشهد هو ويا فوق بعضهم. طلعت لروح جيب. كيف عرفتن انه مستشهدين او مفرقين؟ الزبد عم بيطلع من تمه هيك ومزرقين كتير. قلت بدي احاول عائلتي كلها فوق اسا. طلعت لروح شوف اخوي عبد الكريم، لقيته كمان مستشهد. في بنت اختي وفي ابن اخوي كمان، ابن اخوي ياسر كمان حمودي. طلع احمد راح يشوفه، طلع لقاه كمان مستشهد بالارض، كان خالص. في 4-5 عباب بيتنا كمان كلياتهم كانوا هون، هدول كلياتهم خالصين مستشهدين كلياتهم. صرنا هون نحس انه هون عم ياخذ مفعوله مزبوط. كل ما واحد يمشي 10 خطوات يوقع، ما عاد العالم تحسن تسعيف. انا ما اقدر غير بنت اخوي الوحيدة، بنت اختي بدي اسعفها، ما عاد احسن. شلتها عند الباب وقعت انا وياها. استشهدت، قلت لهم تعشروني انا ما عاد فيي. اخذوني على المشفى انا، وهون كانت معظم الناس كلها تتمشي وتوقع. حالي مأساوي، ما حد احسن يسعف الثاني. اخذوني على المشفى نحو 4 ساعات او 5 ساعات بالضبط ما بعرف. سألتهم وين عائلتي انا، وين اهلي، قالوا لي كلهم بخير. رجعت ولات لقيتهم 25 واحد من عائلي وحدي مستشهدين كلياتهم. قلت لهم وين طفلي احمد وآية التوأم وزوجتي وينهم؟ جابوا لي اياهم لعند مستشهدين.
يا روح تركته ما في هون شيء، رحت للسجن سايف العالم لقيته كمان بالسجن دي ما خلو اي خنق. الله يرحمه، الله يرحمه ويتقبلهم يا رب. قلت أكيد يعني الله يكون بعونك و ما في حكي نحكى. جيراننا إذا عشا يعني تركيل هذا رفيقي بيسر عندك اليوم، إذا عش هو وولاده وأمه وأخواته عائلة واحدة كاملة استشهدوا. نواد ومرته وبنته بالأرض، الأستاذ اللغة العربية أنس الخالد زوجته وأخوه وولاده في الأرض، ابن عم إبراهيم بالأرض، أسعفت مرته الحمد لله لحقت شالوها، ابن أخو استشهد ما أحسن تكفي، رين كل شيء انهرت على الأخير ما عاد أحسن كفي على الأخير، الحارة كلها استشهدت، أربعة أولاد مع زوجتي وأطفال التوأم، كنت أنا مسعفهم عساس مأمن عليهم، نازين على الملجأ يا روحي وما حدا دريان فيهم، عاد ما رجعت لحتى قالوا لهم هن الملجأ رجعوا طلعوا مستشهدين كلهم. يعني أطفال كلها أطفال ما تستحمل، يعني أنا الوحيد يمكن اللي نفذت، بس إيش ذنبنا دولي يعني ليش ضربونا الغاز السارين ليش ما عرفت أيو شو عملت يا روحي والله في حياتي. يا في أي لحد من حدنا أرملي عندي أربع أولاد بتحط أولادي عندي استشهدوا مع أولادي كمان، أكبر ولد عمر فيه هون 12 سنة 10 سنين استشهدوا مع أولادي كمان، أحدر فيهم كلهم أولاد أطفال كلهم ماتوا خنق، بس لو أفهم شو هو السبب اللي هو السبب الوحيد، بس هو اللي ليش ضربنا الغاز للمسم السام هاد، ايش عملوا له هدول؟ ايش عملوا له هدول؟ في دولة في العالم بتحسن تعطينا سبب مقنع واحد عن قتل اطفال؟ بس السبب المقنع الواحد بس انه هن اطفال يعني بس، ولا نحن انه سوريين بس سبب واحد بس، يعطوني سبب مقنع واحد ما بدي شيء. الله يتقبلوا راحوا استشهدوا كلياتهم. ممكن يعني انه هو عم يقصف مشان يحاول يهجر اكبر قدر ممكن من السوريين مثل ما حصل بالغوطه وبالوعر، ممكن 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 تترك ارضك بعد اللي صار؟ ليش لا تترك ارضي يعني انا اترك ارضي؟ نحن خلقنا مشان الارض وما منموت غير فيها، وخلي يجي هو وأوروبا وغاز السارين تبعه وخلي نفسه 10 مرات بإذن الله باقين بإذن الله بإذن الله باقين، صحة دموع هاي نحا دموع أنا مشان أطفالي أخواتي أولاد أخواتي، ولكن بإذن الله باقين والله العظيم والله العظيم، انزدت قوي وانزدت إيمان وصبر والله بيعلم فيه، والله العظيم أقسم بالله صابر ومحتسب وإيماني عند الله، وأولادي وأطفالي وأخواتي وأولاد أخواتي وأولاد عمي وكلياتهم شهداء، وما بنحسن إنكم الشهادة أبدا أبدا، بس ولكن أرضي إني أتركها مشان مرتزقة حقدة بدون يجوا يستغلوا أرضنا فشروا، والله العظيم زدنا قوي أقسم بالله زدنا قوي أقسم بالله زدنا قوي، والقادم أعظم بإذن الله بيشوفوا بعينه.
تتوقع الثورة راح تنتصر؟ الثورة اللي ضحيت فيها مشان ضحيت فيها بولادك أو بكل شيء بحياتك، تتوقع هي راح تنتصر؟ بإذن الله هي اللي راح تنتصر بإذن الله. قدمنا كثير والقليل، إخواننا في الغوطة قدموا شهداء أكثر منا، بالمجزرة وحدي 4000 شخص، نحن 100 200 والله ما بعرف لحد الآن العدد شقد من عائلتنا. الحمد لله رب العالمين، بس منتصرين وثابتين ومحتسبين بإذن الله. الله عز وجل. أنا كثير بتشكرك عبد الحميد وأسف كثير إنه تعبتك، والله يتقبلن ويرحمن يا رب، وإن شاء الله عز وجل سبقوك للجنة، وإن شاء الله هي تضحياته ما رح تروح على الفاضي، وبالنهاية المجرم رح يكون له يوم بإذن الله. ألف شكر لك عبد الحميد، والله يرحمن ويتقبلن يا رب. كلمات عبد الحميد كانت كافية لشرح تفاصيل الجريمة التي حصلت في خان شيخون. رسائله أيضا كانت واضحة لكل العالم، لشعوب العالم ولرؤسائها ولكل المجتمع الدولي، فأتمنى أن تجد هذه الكلمات جواب. نلقاكم على خير.